شبيبة القمع إلى المخالفة الأولى في هذه المباراة ومواقيدة دي في التنفيذ الكرة مباشرة والحارس على مرتين فريق شبيبة القبائل كاد أن يفتتح مجال التهديف بعد هذه الكرة الأولى والكرة الثابتة من مواقيدة دي أحد هدافي الفريق. الهدف الثاني في صفوف شبيبة القبائل بثمانية أهداف خلف رضا بن سايح بعشرة أهداف. مشاهدينا الفاضل فريق شبيبة القبائل دخل بكرسي بدلاء ويتكون من سيدي صالح ياسين الحارس الثاني جاوت والناس بن شلوش دومبيا بن بلعباس كروم وبن دعاس رفيق في غياب طبعا جل كذلك الكثير من العناصر الأساسية للفريق لأسباب مختلفة طبعا بن سايح وشيخي مع منتخب اللاعبين المحليين بن ساحة بلال حراك والعديد من العناصر الغائبة عن هذه المباراة. محاولة الانطلاق في الرواق الأيمن من هناك يفضل العودة إلى الخلف زكريا منصوري ينقلها مباشرة تصل الكرة هنا تسديدة ولكن بعيدة تماما عن إطار المرمى بمشرى محمد رضا تسديدته كانت بعيدة تماما عن إطار مرمى محمد الهادي سحنون والإعياء والإرهاق طبعا شيء واضح في مباراة نهاية الموسم بعد موسم شاق وطويل كل اللاعبين يفكرون طبعا في إنهاء الموسم وفي طبعا بأفضل طريقة من جانب فريق شبيبة القبائل الفوز اليوم يعني أو التعادل على الأقل يعني العودة عودة فريق شبيبة القبائل إلى مكانته إلى البطولة التي يفضلها ويفضل التنافس على لقبها دوري أبطال إفريقيا. هنا الخطأ موجود على حذيفة عرفي في اللقطة السابقة بعد تدخل بالجلالي ياسين من جانب تيتيك بارادو والمسك كان واضح في وسط الميدان. التبادلات موجودة بومشرى تنقل من هناك لوسط الميدان دائما منصور يرجعها هي الفرصة الأخيرة في الشوط الأول والكرة بين أرجل زكريا منصوري وكذلك دادي مواقي الذي يلتحق به من أجل لعب الكرة ربما بشكل ثنائي بين اللاعبين. بالأحرص ينفذها زكريا منصوري بعيدة تماما من منصوري زكريا اللاعب السابق لأتليتيك بارادو في مباراة خاصة اليوم. زكريا منصوري يرسلها طويلة وبعيدة تماما عن إطار مرمى الحارس محمد الهادي سحنون. 50 دقيقة 0 مقابل 0 وبن زايد عنده الكرة من هناك من جانب شبيبة القبائل محاولة فتح اللعب تصل إلى أوقاسي يخرج له من هناك دادي عنده الكرة هل سيسدد دادي يتريث والكرة تمشي إلى الخطأ يقول حكم المباراة نجيب مزياني يصفر الخطأ لصالح فريق شبيبة القبائل بعد يعني العرقلة التي تعرض لها حسين دادي مواقي ثاني هدافي الفريق بثمانية أهداف بينما الهداف الموجود مع المنتخب المحلي طبعا رضا بن سايح. مخالفة خطيرة وسانحة أخرى لصالح فريق شبيبة القبائل ثلاثة عناصر أوقاسي ومنصوري ودادي مواقي لاعبان بالرجل اليسرى وتأتي مواقب الرجل اليمنى من سينفذ هناك كذلك بومشرى في الترقب وفي المتابعة ترى من سيقوم بالتنفيذ هل هو أوقاسي يتقدم بعيدة من أوقاسي جوبا أوقاسي فوق الإطار. كرة ثابتة أخرى لصالح فريق شبيبة القبائل دقيقة 54 حارس سحنون محمد الهادي يحاول تنظيم الجدار الدفاعي منصور يلعبها على شكل تمريرة وتوزيعها ولكن بعيدة تماما والتركيز العملة الغائبة من طرف فريق شبيبة القبائل. أبو مشرى ماذا سيفعل بالكرة لأوقاسي من هناك ينتقل من الجهة اليسرى حاول التوزيع يفضل تمريرها لزميله بن زايد وقول لنزلة ترجع لبن زايد هذه المرة. أوقاسي من جديد يتحصل كلش الحكم الحكم الآن يقول ما فيش خطأ
ويسترجعها بن زيد. بن زيد ماذا سيفعل بها؟ تصل الكرة بطريقة مثالية، محاولة للتوزيع ولكن منصوري تعود لأوقاسي، التسديدة والحارس في المكان المناسب. تسديدة كانت من أوقاسي جوبا، والحارس سحنون محمد الهادي بكل رزانة وبكل ثقة موجود في المكان المناسب. وهذا الحارس سحنون محمد الهادي 20 سنة، أحد شبان أكاديمية أتلتيك بارادو، يقوم بضبط وتنظيم الجدار الدفاعي لأتلتيك بارادو. الشبيب الآن يتفق اللاعبون على من سينفذ الخطأ. هناك نزلة وهناك بومشرة وكذلك زكريا منصوري. هل سينفذها نزلة هذه المرة؟ بعيدة، بعيدة نوعا، بعيدة. التركيز يغيب، التركيز يغيب تماما عن عناصر الشبيبة في هذه المباراة.